يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية، وما زلنا نستكمل فقراتنا الحوارية ومع ضيفنا الثاني اليوم معانا جمال الكندري المنسق الإعلامي لحملة أنت أقوى من المخدرات. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، مساء الخير ومسي على الجمهور. مساء الخير عليك وشكرا لتواجدك معانا، وشكرا لهذه الحملة التوعوية التطوعية والمهمة في خصوصا في هذه الفترة وفي هذا الوقت اللي سيطرت علينا آفة المخدرات، الله يبعدها عن عيالنا وعيال المسلمين. آمين. نبي نتكلم عن فكرة الحملة. فكرة الحملة، حملة أنت أقوى من المخدرات. طبعا الحملة أول شيء راح تنطلق اليوم إن شاء الله، وأول عرض راح يكون على تلفزيون الكويت إن شاء الله، البرومو اللي راح يعرضونه إن شاء الله بعد شوي. الحملة هذه فكرتها نقدر نقول إن إحنا مشكلة عندنا آفة هنا بالكويت، مشكلة المخدرات. شلون إحنا نقضي على هالآفة؟ شلون إحنا نعالج مشكلة المخدرات؟ ففكرنا في الحملة، قلنا احتمال كبير يمكن غير من نمط الحملة هذا، واحتمال كبير إن شاء الله راح نشوف العلاج حق المشكلة هذه، مشكلة المخدرات إن شاء الله يا رب. إذن فكرة الحملة متى جتكم ومتى أسستوها؟ منو صاحب الفكرة؟ الحملة تقريبا من شهرين، طبعا اشتغلنا عليها شغل مبدئي. شاركنا مع وزارة الشباب، وزارة الدولة لشؤون الشباب، حضرنا معاهم الإدارة العامة للجمارك، شفنا شلون طريقة تهريب المخدرات، شلون طريقة إخفاء المخدرات بالمواد اللي قاعد تيجي من الخارج أو قاعد تتصدر من الخارج. وأيضا شاركنا معاهم بالمراكز، منها مركز الإدمان، علاج الإدمان. رحنا شفنا هناك المدمنين، شفنا شنو قاعد يسوون حق المدمنين نفسهم كعلاج كمعاملة. فمن خلال هذه المشاركات أخذنا يمكن عدد كبير من المعلومات. يعني عملته مثل نقدر نقول استبيان عن نعم. كيفية طرق التوزيع، كيفية يعني الفئات المستهدفة، نعم. شلون قاعدين مثلا طرق التهريب نقدر نقول. نعم. ما زالت طرق التهريب هي المعتادة، ولا من خلال استبيانكم خصوصا لأن فترة توها ما هي بعيدة حسيتوا أنه صار في مكر زيادة في قضية تهريب هذه الآفة؟ نعم بشكل كبير، في تغيير بشكل كبير، يعني يحطونها اي نعم، يحطونها بمواد يعني ما توقعينها، يعني مثلا يحطونها بالرقيه نقدر نقول او بالبطيخ، يحطونها بالاكل، يحطونها بالحديد، باشياء ما تتصورينها يعني. ولكن ما شاء الله توجه بالشكر من خلال هذه الفقره للاداره العامه للجمارك وعلى جهود مفتشينا وايضا لوزاره الداخليه، لان لهم مجهود كبير في احباط اكثر من محاوله تهريب ولله الحمد. من خلال ايضا الاستبيان ممكن اكيد في ناس وايد الحين يحاتون هذه الافه، خصوصا اللي عندهم مراهقين في المدارس. ما زالت يعني الفئات المستهدفه هم الطلبه؟ مو بس الطلبه، بكافه الفئات العمريه. عندنا يمكن من ال 12 13 سنه لا وانت رايحه يمكن 40 سنه. فبس اكثر الفئه المستهدفه يمكن فئه الشباب، لأنهم الفئة اللي تقدرين تقولين تحسن شوي الواحد يكون فيه طايش، صح، أو يكون ما في اتزان فكري لحد نعم ما في اتزان فكري كلش، يعني أي واحد يعطيه شغلة يقص عليه ويلا خلنا ناخذها وبس. خلنا نتطرق لأهداف الحملة عفوا بشكل أعمق. أهداف الحملة، احنا ما سوينا هالحملة لو ندري احنا شنو مرحلة المخدرات اللي قاعد توصل لهني بالديرة. الحملة هذه ما راح تأثر على الشخص نفسه، المخدرات ما راح تأثر على الشخص نفسه، راح تأثر على عائلته، راح تأثر على بيته، راح تأثر على مرتبه كان متزوج، راح تأثر على عياله. هم يمكن تأثر من الجانب الاقتصادي والتنموي بالنسبة حق ديرتنا هني بالكويت، ما راح تكون في كفاءة، ما راح تكون في أيدي عاملة تشتغل بكفاءة، يمكن ينفصل من الدوام، يمكن تصير له مشاكل بالدوام وسبب المخدرات. فالهدف من هالحملة احنا نقضي على هالمخدرات، نقضي على هالآفة. خلاص نبي نشوف الديرة ما فيها أحد يتعاطى سواء صغير ولا كبير. صح ان شاء الله اكيد احنا نتمنى هذا الشيء ايضا، ولكن ما شاء الله حملتكم هذه والجهود اللي قاعد تقومون فيها، هل هي مجهود شخصي ولا هناك دعم ممكن يساندكم؟
فيها؟ لا حملتنا هذه كلها مجهود شخصي، ما نتطرق حق أي مكان أو مؤسسات حكومية. نعم أنا تدعمنا، لأن إحنا ما نهدف للمادية، اللي قاعد نسوي هذا كله شغل تطوعي. ما هو شرط مادي، أيضا معنوي، يعني مثلا من خلال وسائل التواصل، التلفزيون، الراديو، يعني الجهات الحكومية اللي ممكن أنها تستفيدوا منها وتفيدكم في المعلومات، هذا أيضا إحنا نقدر نقول عنه دعم لهذه الحملة الجميلة. طبعا نفس أنتوا الحين تلفزيون الكويت، أشكركم على المقابلة، أنتوا يمكن الأول دعم لنا وللحملة، ومن بداية اليوم إن شاء الله، من بداية عرض البروم إن شاء الله راح نبلش الحملة إن شاء الله. إن شاء الله هذا واجب طبعا لكل مواطن كويتي يحب ديرته أيضا، ويحب الجيل المقبل أنه يكون في صحة وعافية وخير ووعي ذهني وفكري. أكيد نبي نتطرق أيضا ل كانت عندكم حملة شهر 9 جمع المصاحف. جمع المصاحف أيضا حابين نتكلم عنها عشان الناس يعرفون، يعني ما شاء الله خيرة شبابنا قاعدين يقومون في حملات تطوعية جميلة. نعم. مثل حملة جمع المصاحف، شنو كانت الفكرة منها؟ هذه الفكرة منها أول شيء سويناها إحنا برمضان، كانت على يومين. الفكرة من هالحملة إحنا جمعنا الصحف المهجورة اللي موجودة بالبيت. نعم. ووزعناه على اماكن اللي محتاجه، يعني مثلا على المسايد، على السجون، من خلال الهلال الاحمر. هم الهلال الاحمر وايد ساعدنا بهالموضوع. نعم. هم كان في عندنا المؤرخ بكمال، هو طبعا صاحب مؤسس اكسبو 965، يعني ما شاء الله وايد ساعدنا، اخذ منا المصاحف القديمه واعطانا مصاحف جديده. جميل جدا ما شاء الله. يعني. واكيد في هناك ردود افعال طيبه على هذه الحالات، وانا متاكده ان شاء الله راح تكون هناك ايضا ردود افعال طيبه على الحمله الجديده. ولكن ايضا عندي استفسار، يعني احنا قاعدين نعرف، ومثل ما ذكرت قبل شوي، ان طرق التهريب وطرق التوزيع وطرق ايضا التعاطي ما زالت مع في هذا الزمن في تسابق وافكار جديده. من خلال هذه الحمله او ايضا في المستقبل، هل فكرتوا انكم تسوون حمله توعويه او افكار توعويه غير التقليديه اللي احنا يعني متعودين عليها؟ أكيد كحملات ثانية إن شاء الله بالمستقبل راح نسوي حملة إن شاء الله قريبة عن التنمر بالمدارس اللي قاعد يصير بين المدرسين، والشغب اللي قاعد يصير، والأضرار اللي قاعد ضررون فيها الطلبة والسبة المدرسين. إن شاء الله هذا راح تكون قريبة إن شاء الله. إن شاء الله ما لكم نية تزورون وتسوون حملات في المدرسة عن آفة المخدرات؟ أكيد، شيء أكيد إن شاء الله. شيء جميل إن شاء الله. شكرا لك، وشكرا لتواجدك معنا. وإذا حاب تضيف أي شيء عن هذه الحملة تفضل. حاب أضيف، يمكن ما ذكرت هالشغلة، البرومو اللي مسوينه إحنا اللي نعرض لكم، هذا طبعا عمل المتألق بوعلي حسن الأميري، هو اللي مصوره ومنتج. مؤسس الفكرة هذه إيمان العوضي. إيمان العوضي هي مؤسسة جروب إيتو اللي احنا قاعد نشتغل فيه حاليا. نتوجه لها بالشكر أكيد. أي أكيد. وبس الله يعطيكم العافية ومجهود تشكرون عليه، والله إن شاء الله يوفقكم في هذه الحملة ويحمي شبابنا وشباب الأمة الإسلامية من هذه الآفة. شكرا لضيفنا، ولكن ما زلنا مستمرين معاكم، وراح نكمل باقي فقراتنا. وفي عندنا تقرير عن أعلن مكتب الشهيد عن بدء الاحتفالات الوطنية، وذلك من خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من ممثلي الصحافة والإعلان. نتابع التقرير.